الآن نحن في قرية علي الرش في مقعد الإمام علي بن زين العابدين عليه السلام، وكما تلاحظون مسيرة الآلاف المؤلفين من أهالي مدينة الموصل لإحياء ذكرى استشهاد ذكرى 40 استشهاد الإمام حسين عليه السلام وأخيه أبي فضل العباس. وكذلك اليوم تلاحظون انتشار القطاعات وكذلك تواجد كل القادات الأمنية والسلطات المحلية لمدينة الموصل. فبهذه المناسبة نعزي الأمة الإسلامية وأهلنا في مدينة الموصل. قامت مديرية مرور محافظة نينوى بإعداد خطة محكمة لتغطية مراسيم الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. وبهذه المناسبة العظيمة أعزي أولا نفسي وأعزي العالم الإسلامي باستشهاد سيدنا سيد شباب أهل الجنة الحسين عليه السلام وسلام، وأقدم شكري وتقديري إلى كافة ضباط ومنتسبي مديرية مرور نينوى لتغطيتهم المراسيم الأربعينية. الحمد لله وضعنا من الزين، والحشد والجيش والشرطة ما مقصرين، بس تريد أزيد من هذا. أهم شيء يكون الحدود مأمن، الداخل مأمن، مواكب الحمد لله ما بيه قصور مواكب، خدمة هواية وما بيه قصور مواكب، والناس كلهم الأبو عبد الله الحسين يقدم الغالي والنفيس لأجل الحسين الشهيد، لأن الحسين مكانه في القلوب.